quelle mise à jour est disponible? Mise à jour. ميزة جور قربت أكثر للجان في الشارع. خلينا نقوله مشينا سألنا للجان اللي في الشارع، سألناهم على حاجة اللي هي البيست فريند. البيست فريند شنو هو؟ شنية المشاكل اللي نجم يعملهم؟ هذا الكل خنسة دارت وسألت للجان خنسة كيفاش اخترت الموضوع وشنو هو الموضوع. الموضوع هو ديجا معناتها خلينا نفسروا معناتها لو كونسيبت نتاع ميور امي. لو ميور امي هو عبد معناها اون بارتاج تو معاه، كلكو سوا طفل ولا طفله، نحكيو معاه في اي وقت، نكلموه كلكو سوا نهار ولا ليل، نحكيو سون ليميت على خاطر مانيش باش نكونوا جوجي يعني. بعد نتقاسموا معاه اوقات نتاع فرحه، اوقات نتاع حزن، كل لي فوغيغ لي مومون معناها هيكم الكل. نوسيون هذه خلينا نقولوا جديده معناها، ما كانتش ياسر موجوده قبل، توا ولات موجوده اكثر. بطبيعه فما عباد بوغ فما عباد كونتر، اما السوجي هذا وقتاش يولي ديليكا؟ وقت اللي يدخل في لا في دو كوبل، يعمل مشاكل وقت اللي يبدا واحد معناها من لي بارتنير عنده اميور امي من لوتر جونغ، معناها كلكو سوا تكون طفله عندها اميور امي طفل ولا طفل عنده اميور امي طفله. دونك هبطنا للشارع التونسي هبطنا للشارع التونسي وسالنا العباد لي زادولت لي انتر 18 ans et 30 ans. لا كيستيون كانت اسكو كي لو بارتنير نتاعك يكون عنده ان ميور امي من لوتر جونغ؟ وي يقلقك ولا لا؟ وهذوما كانوا لي ريبونس. تراهيت نسمعوهم. اي انا ما عنديش حتى مشكل انه صاحبتي عندها كيما نقول بيست فريند نتاعها طفل، وكيما نقول معناها مادام صاحبتها راني حبيتها كل اكيد عندي فيها ثقه، دونك ما عنديش خلق هكا نبدا انا زاد نعرفه. انا بالنسبه لي كونتر انه طفل يكون عنده بيست فريند، خاطر الاولاد بالذات ينجموا يقعدوا بيست فريند مع طفله في اي وقت، معناتها ينجم يولي يحبها كي يتعلق بها، دونك انا كونتر على الاخر. بون الحقيقه ما يقلقش، الواحد لازم يكون عنده في مخه اون بيرسبكتيف اللي العبد هذاك معناها عنده كونفيونس فيه، وسي كونفيونس ميتوال معناها يقول لك كانه فات الكونفيونس وفات العيشه، دونك فماش كوبل ينجم يتبنى والكونفيونس منعدمه، دونك سوا فما كونفيونس سوا لا. انا من رايي للبيست فريند للبارتنير نتاعي حاجه ماهيش نورمال، على خاطر ما يعطينيش قلبي اللي راه يبدا يفدلك ويضحك هواييه ونبدا نغزر لهم البعيد، وانا نحس روحي اللي انا الانتخوي بيناتهم، انا الثيرد ويل نتاعهم، دونك لي اي دونت ابروف ات. جو سوي بور ان الطفله يكون عندها ميور امي طفل، هذا يدل اللي هي ماتور وفيرت على الاخر، اون بلوس يعني عندها ثقه في روحها وفي الغلاسيون نتاعها، والحاجه الباهيه الاكثر هي اللي يخليها تفهم البارتنير نتاعها اكثر، باسكو الميور امي نتاعها طفل، دونك باش تفهم الاولاد اكثر ويخليها تحسن في الحاجات نتاعها في الغلاسيون نتاعها. الحقيقه لا، خاطر اول حاجه تبدا تعرف علينا كل شيء، وانا سي با نورمال انه مشاكلنا توصل لها اللي هي. بالنسبه لي طفله وطفل امبوسيبل يكونوا صحاب، وسورتو كي تبدا مع طفله في ريلاسيون ويبدا عندها بيست فريند ولا انا مي بروش وبعدها بوندون توت لا جورني، انا بالنسبه لي انا نغير وما نجمش معناها نرى حاجه كيما هكا ونسكت عليها. Selon la personnalité ou selon la relation entre les couples, selon l'entourage, on peut faire un type de avec un best friend, tout le monde qui a quelque chose. بون بالنسبه ليا طفل وطفله بس يكون بيست فريند، وانا بطبيعتي طفل دونك نعرف شنو الولاد يخموا، وطفل ما يقرب الطفلة وما يولي يهمه فيها وكل شيء ويتحير عليها ويسال عليها، وكان كي يبدا حاجته بحاجه ولا يحب يوصل لحاجه ولا يحب يوصل للطفله هذيك يكون في ريلاسيون معها. سي البارتنير معاشرو برشا وعندك فيه كونفيونس، بالنسبه ليا ما فماش مشكل انه يكون سو ميور امي طفل، اهم حاجه الكونفيونس بيناتكم، علاش لا معناتها تكون صحاب مع سو ميور امي هكاك خير وخير. بار كونتر تكون فما كيلكو ليميت، اهم الكويزين انترن ولي سكري اللي بيناتكم ما يخرجوش. اي هكا كانوا الاجابات اللي درت عليهم. هذم هما لي ريبونس شنو كانوا، بيان سور فما عباد يل سون بور فما عباد يل سون كونتر. انت مادامك عملت ميكرو تخطوات قلت ناخذ رايك انت في الاخر، هذا خلينا نبداو بكاميرجي. ايه
شنو رايك انت بوغ ولا كونتر سا؟ نمن اللي فما صديقه مازال نمن اللي هي تنجم تتطور وتولي ما عادش صديقه. باهي لحظه السؤال واضح وصريح. انت عندك شكون في حياتك؟ هل تقبل انه شكون اللي في حياتك هذا عنده ميوغامي طفله؟ لا لا تعرف علاش؟ على خاطر مادام انا بارتنير نتاعو انا لازم نكون ميوغامي نتاعو. مادام فما الحاجز نتاع ميوغامي واحد وبارتنير واحد وراي العلاقه بطبيعتها مش باش تنجح. خاطر انا بيرسونيلمون العلاقه اللي انا فيها عندها برشا تعتبر كلها قريب 5 سنين. الباز نتاعها كنا دي ميوغامي ومن بعد تطورنا وتوا معناتها انت عارفه الغولاسيون ميوغامي وين تنجم توصل. بيان سور. اما زاد الغولاسيون الهيلثي راهي لازم تكون معناها شامله كل شيء، مش لازم يكون معناها عندي ميوغامي باش نحكي له مشاكل. البارتنير اللي معايا هو لازم زاد يكون ميوغامي نتاعي. علاه؟ انا ساعه شنو سؤالك باش نعرف؟ نفس السؤال. اسكو بوغ ولا كونتر معناتها البارتنير نتاعي عندي عندها ميوغامي؟ والله نحس معليش هكي معناتها ما نحبش نقول كيما اللي قالته هي، مي معناتها مون رول معناتها اون طونك بارتنير لازم يكون صاحب، لازم يكون لو ميغ امي، لازم يكون الخو البو، معناتها مش في ديسيزيون معناتها كيما نقولوا كلي دي ديسيزيون خايبين ولا باش نخليها تاخذ معناتها نحكم فيها ولا حاجه. لا لا سي با سا، مي وقت اللي تبدا متقلقه جو سوي لا بور بارلي، وقت اللي تبدا فرحانه جو سوي لا بور بارلي، معناتها كيف كيف. دونك لو رول كل ليميت نحاول جو في لو ماكسيموم باش نخليها انا با بزوان باش يكون عندها ميغامي في حياتها. انت بعد ما جاوبني اعمل دوره هكا على الوجوه نتاع الناس اللي قاعده تتفرج فينا، ما فما حتى وجهه تحسه مصدق لك وحتى حد فيهم وحتى حد فيهم ماهوش عايش معايا ابار ايه اللي صدقتني. والله مصدقته. كيف علاش؟ ما نعرفش صدقته. غازي انت تساندني فيه. ماهيش مصدقه بيان سور، ماهيش مصدقه. عليه يؤمن بالفرانشيب بينات الطفل والطفله وبينات البارتنير نتاعو يكون عنده ميغامي، ما عنده حتى مشكله. هو حر، هو عطى رايه، دونك دوكو مانيش انا باش نحكي في بلاصتو غيرمون. اما تحسوا يتلوع بيمين على يسار في الاجابه. هو هذاك الشيء عملوه على ديما. كل حوته كل حوته عرفت هكا لما تخرج منها فوالا. خنسه انت شنو رايك؟ انا ما نجمش نقول لك اي ولا لا. فما كونديسيون وحيده. انا مثلا البارتنير نتاعي كعرفتو عنده اون ميور امي جاكسبت، مي كان انا وياه مع بعضنا باش تظهر وحده جديده لا جاكسبت با. ما فماش علاش تظهر وحده جديده، مي مش هو ديجا تبدا عنده انا باش نمشي نبدل له حاجه ديجا موجوده. شو النوسيون نتاع البيست فريند ولا الميور امي، راه كي نحكيو هنا على طفل يقول انا ميوغامي نتاع طفله واللي هي ديجا طفله هذه مصوحبه، راه السيد هذا كيما نقولوا في طرح فينال شامبيونز ليغ هو شدد البنك. انا هكا راه مع كامل احتراماتي خليني نكمل الاخر وتفسر لك التكتيك كيفاش يصير. التكتيك يصير كي السيد هذا لحظه تبعني للاخر. مورينيو مش عايز خطر. السيد هذا مش شدد البنك. الميوغامي دونك يستنى في اقل مشكله باش تصير في الكوبل. الميوغامي هذا اش يعمل كاول حاجه؟ اول حاجه يعملها باش تجي تشكيله هي سيغمون. دونك هو باش يولي يحاول من الاول كفازة هكا باش ما يظهرش روحه. يا عزيز. لا ولا لا انا نعرفها خاطر عندي اصحابي يحكي بقلب ربه. لا خاطر عندي اصحابي الهوايه نتاعهم هما هي ميوغامي يعيشوا يسقطوا بالميوغامي هذايا. دونك هي تجي تحكي له مشكله هو من الاول مش بديريكت باش يجي كونترها باش ما يظهرش. بيان سور. يظهر على روحه. دونك باش يقول لها ليه اعطيه فرصه. كان هي قالت له باهي تنعطيه فرصه يرجع يقول لها ليه ما هو ما كانوش عمل لك هيك. يرجع يحير المواجع. دونك هي كي تيح في الفخ هذاك هو باش يبدلها مثلا ريت مثلا كان تعاركتوا انتم خاطر الراجل صح على المراه ساعه باش تدخل لها عنف ضد المراه هذاك باش يعملوا ديسكور كامل على العنف. لا لا من بعديك هاني قلت لك باش يبدا يخدم بروحه بشوي بشوي حتى لين يطيح في المنداف وهنا يشد هو البلاصه. غازي كلامي صحيح ولا؟ باهي اجا نحكي بموضوعيه وعقلانيه. تو باش نحكي معاك باللوجيك من غير مشاعر. احسبني روبو يحكي باش يعمل اناليز ابروفوندي لظاهره متفشيه. العباد اللي تعرفهم في حياتك الكل حطهم في سيركل كبير، هذوكم اسمهم المعارف هما عامه الناس تحبهم ولا تكرههم. نصغروا في السيركل يوليوا الحباب هما الناس اللي تتفاهموا معاهم لكن ديما فما ديستونس بيناتكم. نزيدوا نصغروا في السيركل وليو اسمهم الاصحاب هما الناس اللي تتعامل معاهم بطبيعتك العاديه ما تحشمش منهم ما يحشموش منك وتخرج البيرسوناليتي نتاعك معاهم. تزيد تصغر السيركل يوليو المقربون اللي هما الاحباب والاصحاب اللي تقصدهم وقت الغسره يا عزيز اللي هما 4 5 ينجموا يكونوا اناث ينجموا يكونوا ذكور نخرجوا مع بعضنا ونتفرهدوا. ان ارتقت وحده فيهم لمرتبه اعلى دون الاخريات ارتقت اكثر من المقربون رانا ولينا نحكيو على علاقه يا عزيز ما عادش نحكيو على صحبه. هما 4 5 يا 4 5 اصحابي وحده فيهم ارتقت ولات اكثر من صحابي. بي انت دورت علينا وسالتنا الناس الكل انت ايه شو رايك؟ والدقيقه اللي قاعد نهر فيها واحد ما قبلش ليا اي معناها انت كونتر الجمله. انا كونتر ما فهميش علاش.
نفهميش علاش سما علاش انت علاش حكمت عليهم الناس الكل كيف كيف؟ مش حكمت على الناس الكل كيف كيف، انا اصلا من النوع اللي نمن انه الطفل او الطفل ينجموا يكونوا صحاب برشا، مي باش نقولوا دي ميور غامي ولا بيست فريند راهي كلمه كبيره، على خاطر تو سامبلومون الطفل او الطفل ما عندهمش نفس الحاجات اللي يحبوهم مع بعضهم، صعيب برشا باش يتشاركوا في نفس الحاجات اللي يحبوهم مع بعضهم، دونك ما ينجموش يكونوا صحاب. هي الصحبه بازيه، الصحبه القويه بازيه على انكم تتشاركوا على حاجات تحبوهم تعملوهم مع بعضكم، تحكيوا فيهم مع بعضكم. مثلا تخيل انا عندي ميور غامي طفله، انا باش نقعد نحكي انا وياها على الكره، ما نعرفش باش نحكي معاها اللي تحب، باش نحكي معاها على الكراهب، باش نحكي تحكي سي كور صعيب باش تلقى، صعيب عليه. مورينيو اسمعني باه ركز معايا، مش نقول لك معناتها باش نعطيك دي زيكزامبل ولا لا، راهو فما برشا بنات مثلا اكزامبل انت وغازي صحاب ولا متفاهمين على برشا حاجات وتتفاهموا في برشا حاجات، معناتها تحب تقول لي ما فماش طفله عندها نفس الكومبورتمون مثلا ولا البيرسوناليتي نتاع غازي وقت المشكله في غازي ولا مش هذي عاشت يا خوني اكزامبل عاش خويا شوف اكزامبل اخر في الحياه برشا سبع مليارات، معناتها انت حسب كلامك انت اللي اسمعك توا يقول هذايا ما فما حتى طفله تحب الكوره، ما فما حتى طفله تحب الكرهب فما لي سوجي في العالم كان الكوره والكرهب هذايا هي هذوما دي زيكزامبل خذيتهم اي الوغ كو تنجم مثلا تلقى عبد حتى كان اني بارتاج با نفس معناتها لي سونتر دانتيغي نتاعك انت الكرهب والكور، ينجم يكون كعبد كبيرسون محلاه على الاخر، القاعده معاه محلاها، كي تحكي انت وياه تفهم كيف تفهموا بعضكم، الامبيونس ماهيش توكسيك ماهيش تخلق وفما عشره اللي تحكم قبل كل شيء، دونك ريت هذوما الكل معناتها انت هذوما الكل تشطب عليهم على خاطرها ما تفهمش في الكوره وفي الكرهب. هذه الديفينيسيون ساعه نتاع خطيبتك مش نتاع شكون صحاب انت وياه، صحيح قربونا ونتفاهموا احباب واصحاب وكذا، علاش واحد يكون دون لو كادر نتاع الصحبه ما فهمتش مش عندي اربع خمسه اصحاب صحيح كي هذوما الكل موجودين، انا واحد من الناس كي نلقى طفله هذوما الكل يحكي فيهم عليه موجودين نمشي نخطب بالوقت، راني ما نقعدش يا اخي تخطب الطفله خاطر تفهم في الكوره وفي الكراف ليه مع خاطر انت تستثقها انك وقت اللي تبدا انت في حال ضعف تهز التليفون هي اول انسان تكلمها، معناها مادام وصلت انت لك ليتاب هذيك سي كو يا عندكم رغبات ديفيرونت، معناها يا هي ماهيش تشوف الرجال كاوبجيكتيف ولا انت تشوف النساء كاوبجيكتيف، والا كان انتم زوز عبيد نورمال سي كو معناها مفهمش علاش ما تكونش مع بعضكم. عندي جوج سؤال معناتها حسب رايكم انتم كان طفله تفهمت انت وياه ولا طفل تفهمت انت وياه ولقيتوا معناتها لي سونتر دانتيغي الكل معناتها راهي ماهيش سور 100% راهي باش تكون كخطيبه ولا كعرس باش تنجح الريلاسيون، هذاك فاش قاعد هي محاله الضعف نتاعك كي توصل انت عبيد حاله الضعف راهو يا امه وكان وصل لعبد اخر وهذاك البارتنير نتاع حياته. ما عندنا المخ نخدموا مخاخنا شويه زاده، معناتها كي انت تتفاهم مع عبد بارتنير ينجم يكون سامحني لحظه بك ينجم يكون صديق تتفاهم انت وياه في كل شيء، راهو مش معناتها الغولاسيون نتاعكم صحاب معناتها قاعده تمشي وجوها به مش معناتها راهو كان تعرس وزاده باش يكون معناتها لافيون غو فوالا فما كلكم تتفاهموا في العرس. اسمعني شو جدودنا وجدود جدودنا ما كانوش يعيشوا بالنوسيون تاع بيست فريند، نقعدوا نحن تنعيشوا كيما جدود جدودنا ونحن توا 2024 هذه نوسيون راهي طلعت في الالفينات، دونك نقولوا طلعت في الالفينات طلعت مع برشا مشاكل اخرين اللي هما مشاكل خلينا نقولوا سوسيولوجيه، دونك انا نعتبرها واحده من المشاكل السوسيولوجيه وهذا يبقى رايي المتواضع. مالا خلينا نحيلك الاورديناتور قدامك خاطر طلع في الالفينات، نحي لك تليفونك اللي تستعمله والكهرباء تستعمل فيها خاطر في الالفينات، دونك نحن قاعدين اون ايفوليو نمشيو نقدموا مش نحكيو على تو ماكش ماشي وتقدم تو ماشي وتميع في القضيه. اسمعني تو فما فرق نجم نعطي راينا في الموضوع، راهو ندقوا البيبان من ابوابها يا علي، انت داخل من الشباك توا ماني دخلت منين ندخل ماني دخلت في الاخر احنا هكا عاداتنا وتقاليدنا رانا ندقوا البيبان من ابواب ندقوا البيوت من ابوابها سامحوني تري بيان هذا هو راهو بنات الناس ماهوش لعبه راهو ما يجيش هكايا هي لو بيست فراند والحاجات هذوما وماهوش الافان اس معناها في المفرد الشيء كيفاش ارتقات ولات بيست فراند نتفاهموا ونتحابوا ونعملوا جو مع بعضنا نمشي ونخطبوا يخطبوا عرسوا كمان ربي أبر حتى العادات والتقاليد راهو فما زيد على ناتشور اومين راهو كيفاش الدوام ينقب الرخام ان اومان سي ان اومان دونك راهو الراجل حاجته بالمراه والمراه حاجتها بالراجل باللي باش يكون ما بيناتهم اون سيغتان هكا معناتها كيفاش فسر لك؟ غولاسيون مش غولاسيون اون سيغتان نعرفش قرب خليني نقول مش انتيميتي اسباس نظيف ما بيناتكم العلاقه راهي باش توصل تتطور خاطر الانسان هو انسان ربي خلقنا المراه تحب الراجل والراجل يحب المراه تو وتاغ باش تصير الفازه باهي شوف انا علاش ما انتم ديجا حطيتوني انا وعلي في كوان وعرفتك اللي طاف انا باغ اكزومبل توا
عندي 20 سنة عندي أن ميور أمي. هاي لازم تخطب لا ولا يلزمني انا يلزمني اما نحكي لك فيها الشيذ ويحفظ ولا يقاس عليه تنجم تكون الكام تاعك انت هو حكا شيء اي كلكم ومستحيل نجم نتخيل روحي ومستحيل نجم نتخيل روحي نكون معاه نهار على خاطر تلمون نعرفوا اللي ما سمعش انت انت ما تشوفش ما هو عنده شكون في حياته المواضيع هذوما ياكلوا في الاوف خاطر توا جاي وقت الاخبار دونك مازلنا مواصلين معاكم في ميزة جو حتى الساعة نتاع الليل تبعونا